بالنسبه للاقتصاد احنا السيد عبد المجيد تبون مرشحنا الذي يعرف الجزائر احسن معرفه كونه اجاب هذا الاقطار اكثر من مره بمناسبه مناصبه على المستوى المحلي او المناصب تاعو على المستوى المركزي في قطاع واخر. اذا يعرف مكنوناتها، يعرف قدراتها، يعرف كيف ينميها وفي الظرف الوجيز ان شاء الله. الشيء اللي لازم ثاني كذلك نعرفوه انه ارجع للجزائر مكانتها وارجع للجزائر قوتها وارجع للجزائر هيبتها. كل ما يتكلم الا والجزائر راهي في صلب اهتماماته، لانه يؤمن بقدراتها، يؤمن بامكانياتها، يؤمن بطاقاتها البشريه. الجزائر تحتاج الى توافق، والى هذا التوافق يفضي الى رجل توافق. الحمد لله ناديناه واستجاب المواطن عبد المجيد تبون وهو الان مرشح. شعارنا جميعا من اجل الانسان والديمقراطيه الزائفه والفاء. شعار مرشحنا هي جزائر منتصره، ومن بين معاني الجزائر المنتصرة التي سوف أقوم بشرحها شرحتها في بداية حملتي بغرس بيلات، كي نتحرر من التبعية للغاز وللنفط. كاين خطوات في تشجيع الإنتاج الوطني. بدا الدراهم هذو قال الشباب ما يخدمش، سارت أعطاه هذه المنحة، والمنحة هذه تعتبر كحل مؤقت لأنه الحل الداعي موش هذا، ولكن مجبر على أخذ مال الشعب أعطاه للشعب كان يلهب. الجزائر هذه الجزائر من السماء. الرؤية الاستشرافية والرؤية الاستباقية والتجربة الكبيرة للسيد عبد المجيد تبون تضعني المؤهل والأنسب لقيادة الجزائر في هذه المرحلة. شعاره من أجل جزائر منتصرة، جزائر آمنة قوية شامخة.